الخير لأحلى متابعين بالعالم، كيفكم يا حلوين؟ اشتقت لكم أنا كتير. حابة هيك بس أحكي بموضوع، موضوع هيك له فترة عم بنحكى كتير، مع أنه مش عارفة هني يعني هذا الموضوع ما حدا له دخل فيه ومش مفروض حدا يتدخل فيه، وإشي ما بخص من الناس اللي عم يتدخلوا فيه، بس أنا شوي هيك متضايقة منه. لازم أحكي فيه. أكتر الناس اللي عم تفوت على صفحاتي وعم تبعت لي تعليقات تركوا كل الشغلات اللي بعملها ومركزين زين انتي نصحاني. أولا أنا يمكن قلت لكم أني مرضت قبل شهرين، صار عندي حساسية، وقبل شهرين ونص قعدت الحساسية معي أي بالضبط 40 يوم، لمدة 40 يوم ما خليت دكتور، ما خليت تحاليل. بالآخر عرفت شو سبب الحساسية، وأنا عم باخد كورس أدوية حساسية. فأنا من وقت ما بلشت معي الحساسية من شهرين ونص لحد هذا اليوم أنا باخد 3 أدوية للحساسية. هدول أدوية الحساسية اللي عطاني اياهم دكتور لازم استمر عليهم لمدة 4 أشهر. فهاي الادوية هي بتنصح لانه فيها نسبة كورتيزون. طبعا انا لما بلشت معي الحساسية اخذت كورس كامل ابر كورتيزون لحتى توقف معي، لانها كانت مستمرة، كانت خلال 24 ساعة. انا بعرف انه الموضوع يعني هذا اشي شخصي، انه انا بالاول وبالاخر لما انصح واضعف اشي ما بخصكم او اشي مش مهتمة أنا للتعليقات، بس إنه خلص يعني هاي الناس لازم صارت خلص تسكت وتحكي، أعطوني موضوع جديد. يعني خلص تضلكم تحكوا بنفس الموضوع زين نسحاني زين التعليقات، ما عندكم غير هاي الكلمة. طب أنا مريضة عم باخد كورتيزون، عم باخد أدوية حساسية وعلاجي 4 أشهر، خلصت شهرين ونص، فخلصت شهرين ونص، هلا ضايل لي شهر ونص ان شاء الله وبخلص الكورس كله كامل وبوقف. واكيد لما اوقف الكورتيزون اوقف الادويه رح ارجع ينزل وزني. انا مش نصحانه، انا منفخه، يعني عم بسمع تعليقات زين وجهك عامله ابر، والله العظيم اقسم بالله مو عامله شيء. انا هاي التنفيخات كلها اللي انا فيها من وراء الادويه، وما في داعي اطلع وابرر، بس خلص يعني في ناس قليلة ذوق وفي ناس مش محترمة وما بتقدر وما عندها إحساس ولا إشي، يعني بتفوت بتعلق كل إشي. طب أنتوا مثلا لما تفوتوا بتجرحوا أو بتعلقوا بتكونوا عارفين هذا الشخص مثلا شو ماله، أو هو ليش هيك صار فيه، أو هو مثلا ممكن يكون عم بياخد كورتيزون عم بتعالج هو صار فيه هيك. لأنه أنا بيوم وليلة تنفخت من وراء الكورتيزون، أنا بعمري بحياتي ما وصلت لهذا الوزن، أو وصلت. أنا مش عم بحكي إنه أنا صرت دبة، يعني كل اللي زدتهم يعني 7 كيلو، الطبيعي إني أزيد 7 كيلو 8 كيلو من وراء الأدوية والكورتيزون اللي أنا عم باخده من الحساسية من الحبوب. فخلصنا يعني عطوني موضوع جديد، إنه زين نصحاني زين خلص وتحطي إبر بوتوكس بوجهك زين. أنا أقسم بالله إبر ما بحط وجهي، هذا كله منفخ من الكورتيزون. فخلص عيب عليكم وارتقوا وضلكم تفوتوا تعيبوا على خلقة رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، أنصح ولا يكون فيني مرض ولا أكون بعاني من مرض ولا كل شيء. والأول والآخر الناس ما بتهمني رأيها، الحمد لله. أهم إشي إني أنا أكون راضي عن حالي وتكون صحتي أهم من الشكل، لأنه الشكل بكرة رح يروح، بكرة كلنا رح نكبر ونختير وتتغير شكلنا، بس الصحة هي اللي بتدوم. فأنا مش فارق عندي، بس حبيت أوضح النقطة هاي، مع أنه أنا ما كنت حابة اني اطلع واحكي، بس خلص لانه الموضوع يمكن اخر فترة عم بيضايقني انه انتو عم تجرحوا او عم بتعلقوا، بس انتو مش عارفين انا سبب. انا ما باكل، يعني انا ممكن بصور كتير اكلك، بس انا اكلي كتير خفيف، وانا اللي بيعرفوا هذا الحكي، يعني بصور لكم كتير مرات اكل وكل شيء، بس انا شو باكل يعني. بس هو الموضوع كله انه انا بتعالج عند دكتور لمدة 4 أشهر، لازم اضلني ماشي على كورس ادوية للحساسية. هاي الأدوية الحساسية بتسبب الانتفاخ لأنه فيها نسبة كورتيزون بتعبي سوائل بالجسم وبتعطي منظر إنه أنا منفخة. فعيب عليكم وارتقوا، حاج نضلنا نفوت
بس ما عنا أي إشي، بس بدنا نحكي ونكتب ونعلق، يعني عيب. كلام هاي الناس مش فارق عندي، أهم عندي إني أتشافى بإذن رب العالمين يا رب، والحساسية ما تجيني، ترجع تجيني، والله لا يدوقها لحدا يا رب. أكيد في كتير ناس بتتابع، ونصيحة نصيحة لهاي الناس اللي بتفوت وتعيب على خلقة رب العالمين، وتعيب على الناس وما بيكونوا عارفين شو ظرف هذا البني آدم، أو هو شو ماله، أو ليش هيك شكله، أو ليش هيك صار فيه. رب العالمين راح تلف الدنيا وحيعمل لك شيء عشان تقول إن الله حق، عشان قبل ما تجرح أي بني آدم ربنا راح يبليك بإشي وتقول أنا شو كنت أعمل، أو شو كنت أكتب، أو شو كنت أجرح. بس أنا متضايقة إني عم بحكي بهذا الموضوع، بس لأنه خلص، يعني خلص إنه منفخة، خلص تحطي إبر بوتوكس بوجهك، خلص تنصحي، صايري أبصر شو شوفي، حرة أنا إن شاء الله بصير قد البقرة. أنتو مالكم، صحتي أهم منكم، صحتي أهم من شكلي. فعلا 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 صارت في فئة من المجتمع، يعني فئة مقرفة، فئة مملة، فئة غير محترمة وغير، والإنسانية الإنسانية بطلت موجودة عندهم بالمرة. عم تبعتولي إنه زين إحنا بنحبك وصحتك أهم للدين، وليش بتبرري؟ أنا ما عم ببرر، بس أنا عم بقولكم عن موقف أنا صار معي، يعني موقف أنا عم بمر فيه هلأ وعم بيصير معي، إنه ليش إحنا نفوت ونجرح ونكتب؟ طب إحنا مش عارفين هذا الشخص شو ماله. أنا بفوت مثلا بشوف بنت كانت ضعيفة صارت ناصحة، طب ليه صارت ناصحة هيك مرة واحدة؟ يمكن مريضة، يمكن عم تاخد كورتيزون، يمكن صار معها إشي بحياتها. فما تجرحوا، ما إلكم بالناس، إلكم بأنفسكم، ما إلكم. بس الحمد لله رب العالمين، صحتي أهم من كل الدنيا وأهم كل التعليقات. بس حبيت أحكي الموقف اللي عم بيصير معي هلأ حاليا، عن الناس التافهة اللي ما عندها إشي وما عندها محتوى. يمكن بعد هذا الستام ممكن يصير عندهم ذرة إنسانية أو ذرة إحساس. بس راح أحكي إنه حسبي الله ونعم الوكيل بكل واحد بفوت بجرح وبكتب، وإن شاء الله يا رب بتلف الدنيا وبصير معك موقف تحس باللي أنا مثلا هلأ عم بحكيه أو بحسه من الناس اللي كانت تفوت وتكتب لي، وهذا إنه أنا مريضة مش ذنبي، يعني رب العالمين كل شيء منه ما أحلى، مريضة وعم بتعالج وكورتيزون، فخلصنا. وحبيت بس هيك فشة غل، هاي بسميها فقرة فشة غل، شوي هيك أفش غلي وأحكي لكم. وبحبكم كتير، وتصبحوا ألف خير، والله يخلي لي إياكم كلكم عم تبعتوا المسجات، ثانكيو كتير لإلكم، وتصبحوا على خير. كل حدا جرب هدول أدوية الحساسية كورسات أشهر رح يحس ويعرف أنا شو عم بحكي. بس